خالد القربي، ثم هشام عبيس مع مهدي الوذرفي. من جديد الكره ما زالت لفريق زوار الثوادي. التسديد، هدف اول الافريقي، الهدف الاول للافريقي عن طريق زهير الثوادي. زهير الثوادي افتتح النتيجه للافريقي في تب. هذه كرة من جديد لعبد المؤمن الجابو. عبد المؤمن الجابو يحاول يراوغ داخل منطقة الجزاء. عبد المؤمن الجابو مهدي الوذر في التسديد، والهدف الثاني للافريقي. الهدف الثاني للافريقي عن طريق مهدي الوذر في 21 دقيقة لعب. مهدي الوذر في يسجل الهدف الثاني للافريقي. الحلال دفاع في هذه المباراة يكون يعني الروح الرياضية. هذه كرة لعلاء الدين المرزوقي داخل منطقة الجزاء، والهدف الأول للملعب التونسي. يذلل الفارق علاء الدين المرزوقي، الهدف تذليل الفارق. أمير الدريدي فما علاء المرزوقي على الرواق الأيمن، توصل الكرة علاء المرزوقي معها التنفيذ. هدف التعادل للملعب التونسي، هدف التعادل للملعب التونسي. هشام عباس، التوزيع ممتازة جدا، التوزيع من علاء الدين المرزوقي. هشام عباس هذا اللي عاد، الهدف الثالث، هدف الثالث للنادي الإفريقي. الهدف الثالث للنادي الافريقي بلال العيفة، الهدف الثالث للنادي الافريقي بلال العيفة يسجل الهدف الثالث. كرة ثابتة والهدف الثالث للنادي الافريقي.